طيب فضيلة الشيخ، قضية إضافة سيدنا لأبو بكر أو عمر رضي الله عنهم، هل ورد في ذلك شيء عندما نذكر الصحابة رضوان الله عليهم جميعا؟ هذا شيء لم يرد، وخصوصا في الخطبة لم يرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أو أن أحدا من أصحابه أنهم يقولون سيدنا، وإن كانوا سادة وأعظمهم سيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لم يرد أنه يقال عند الصلاة عليه في الخطبة أن يقال سيدنا، ونحن نتبع ولا نبتدع، فهذا هو المطلوب. وكونه لا يذكر سيدنا عمر أو سيدنا عثمان أو سيدنا أبو بكر أو سيدنا علي، هذا اتباع للدليل، نحن نحبهم ونجلهم ونحترمهم ونقتدي بهم، ولكن لا نذكر في حقهم إلا ما ورد به الدليل. نعم.